مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم، والتي تابعت العديد من الموضوعات. ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية، حيث علق موقع بوست حول الأوضاع المعيشية في عدن وقال: عدن تغرق بالظلام مجددا، ومسؤول بالكهرباء يؤكد للموقع بوست نفاد الديزل. وقال الموقع: عاد الظلام مجددا ليغرق العاصمة المؤقتة للبلاد في وقت ارتفعت فيه مناشدات السكان للحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ الموقف. وأفادت مصادر محلية للموقع بوست أن محافظة عدن شهدت خلال الخمس الساعات الماضية انقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي. وقال مصدر مسؤول بمؤسسة كهرباء عدن للموقع بوست إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة جاء نتيجة نفاذ كميات الديزل المخصصة لمحطات الكهرباء، وإذا لم يتم تزويد المحطات بمادة الديزل خلال الساعات القليلة القادمة فستشهد المحافظة انقطاعا تاما للتيار الكهربائي. وإلى موقع التغيير نت، والذي تابع ما يتعرض له المدنيون في تعز، وعنوان: الميليشيات تفشل مجددا في اقتحام المحافظة، تقرير يرصد وفاة 11 طفلا خلال أسبوع في تعز، حيث رصد تقرير حقوقي 32 انتهاكا ارتكبتها الميليشيا الانقلابية في أسبوع واحد في تعز من خلال هجوم شنته على الأسواق الشعبية والأحياء السكنية. ووثق التقرير الذي أصدرته مؤسسة وثاق للتوجيه المدني قيام الميليشيات الانقلابية بتسع هجمات خلال أسبوع واحد كانت الأكثر دموية، حيث أن أعداد الضحايا الذين سقطوا بلغ 203 ضحية بين قتيل وجريح منذ الثالث وحتى التاسع من يونيو الحالي. ورصد التقرير مقتل 11 طفلا و57 جريحا وخمس نساء وجرح 19. ذهب الانقلابيون إلى الكويت ليحصلوا على الشرعية، لا لأن يتراجعوا عن الإجراءات الانقلابية، ذهبوا ليحصلوا على مشروعية تبارك لهم الاحتفاظ بالسلاح والسيطرة على المناطق والمؤسسات العامة بالقوة. هذا ما بدأت به الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان ما قالها، والذي أضافت فيه: لم يذهبوا من أجل تسليم السلاح والانسحاب من المؤسسات وكامل المناطق تنفيذا لقرار مجلس الأمن ولما سبق أن توافق عليه اليمنيون. هذه هي المشكلة، وليست أنهم محرومون من المشاركة أو أن هناك من سيحرمهم منها مستقبلا. إن لم يكن سحب كامل الأسلحة والانسحاب الكامل هو فاتحة أي خطة تخرج بها مفاوضات الكويت، فإن هذه الخطة لا تفضي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا لإنهاء الانقلاب، ولا تصنع سلاما ولا تبني دولة. هي فقط تضفي الشرعية والمشروعية على انقلاب ميليشيا المخلوع والحوثي. سحب سلاح ميليشيا المخلوع لا يقل أهمية عن سحب أسلحة ميليشيا الحوثي، وميليشيا المخلوع لمن يسأل هي حرسه العائلي والألوية الأمنية العسكرية التي بناها واصطفاها خلال ثلاثة عقود على أساس الولاء له ولعائلته، ولذلك لم تطلق طلقة واحدة للدفاع عن السلطة الانتقالية، في حين صمدت بعد ذلك عاما ونصف للدفاع عن المخلوع وأمام تحالف عربي ودولي ومقاومة شعبية يمنية. المقصود بسحب سلاح ميليشيا صالح إعادة ترتيب تلك الألوية العسكرية العائلية ليصبح ولاؤها للوطن وللشرعية الدستورية وليس للمخلوع وعائلته. ميليشيا صالح صاحبة الدور الأكبر في الانقلاب أكثر من ميليشيا الحوثي بمراحل صفوة القول. سحب سلاح ميليشيا الحوثي والمخلوع إن لم يكن البندل رقم واحد وفي مقدمة أي خطة، وإن يتم كاملا دون تقسيط، فهي خطة فقط ستشير لسيطرة الميليشيا وانقلابها وسلاحها واستحواذها على الدولة اليمنية بالقوة. لن يسقط الانقلاب ولن يتم استعادة الدولة دون ذلك.
سحب الأسلحة يجب أن يمتد في هذه المرحلة الأولى ليشمل كل سلاح ثقيل أو متوسط يمتلكه أحدهم خارج الدولة لتصبح وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاكه واستخدامه، كما يتم اتخاذ إجراءات تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية. وإلى موقع صهريج نيوز والذي علق في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي تصادر مكتبة القاضي العمراني والتخلص منها مسألة وقت. وقالت التفاصيل: أبلغت جماعة الحوثي الإنقلابية مؤخرا مفتي اليمن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني أنه سيتم تأميم ومصادرة مكتبته بحجة أنها تحوي كتبا للوهابية وداعش حد زعم جماعة الحوثي. وبعد تحفظ جماعة الحوثي لأكثر من عام على مكتبة مركز العمراني للدراسات الملحقة بجامع بلال بحجة أن فيها كتبا للوهابية والإرهابيين وداعش، أبلغ العلامة العمراني من أحد أقاربه أن الحوثيين سيطروا على المكتبة وأن التخلص منها مسألة وقت ليس أكثر. وأوضحت مصادر مطلعة أن المكتبة صارت مكانا للمقيل يرتادها الحوثيون بعد أن سيطر عليها المسؤول الثقافي للجماعة الذي رفض أي تفاهم حول تسليمها بسبب ما قال أنها تحوي كتبا تكفيرية. وإلى موقع يمن مونيتور والذي جاء فيه: أوباما يدعم الحل السياسي باليمن ويرحب بإعلان السعودية بإعادة الإعمار. يقول الموقع: رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتأكيدات السعودية على التزامها بالعمل على إنهاء الصراع في اليمن. يضيف الموقع: جاء الموقف الأمريكي عقب اللقاء الذي جمع أوباما بوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الذي يزور الولايات المتحدة منذ أيام. وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، رحب أوباما بتأكيد السعودية التزامها بالعمل على إنهاء الصراع في اليمن عبر تسوية سياسية، ورحب بالدعم الخليجي لإعادة إعمار اليمن. عنوان آخر من واشنطن أيضا: مظاهرة للجالية اليمنية أمام البيت الأبيض تطالب بتقديم الحوثي وصالح كمجرمي حرب. عن التحاصص الذي يمكنه أن يغطي أعمال الميليشيا ويمنحها مشروعية، كتب هائل سلام مقالا وقال فيه: التحاصص يبقي المصلحة معرفة عمليا بكونها ليست المصلحة الوطنية العامة، بل بكونها مصلحة الفئة أو الطائفة أو المذهب أو الجهة أو المنطقة ولو تدثرت بشعارات وطنية زائفة. بتعبير آخر، مفهوم الشراكة بهذا المعنى مفهوم إحلالي يأتي على حساب المفهوم الأصيل، مفهوم المشاركة السياسية الذي يعني ويؤكد كفالة الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام للمواطن بما هو فرد منتمي للوطن ككيان عام وجامع وليس إلى كيانات مدونة وطنية، وذلك في إطار دولة مواطنة تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة مواطنيها دون تمييز على أي أساس. لا عذر أمام النخبة السياسية المعنية، فإذا لم يكن بالإمكان استعادة الدولة بالفعل فبالإمكان استعادتها بالامتناع ولو بعد حين، أي بعد قبول التحاصص وترك الغاصب المتغلب يتحمل مسؤوليته وحيدا أمام الناس دون غطاء يشرعن فعله العاري. لا معنى للشراكة هنا إلا في كونها تمثل تقديم مساعدة لاحقة في جرم اغتصاب الحكم ومصادرة الدولة كفكرة وكمؤسسة معا. وإلى الاشتراك نت والذي تابع الوضع الإنساني المتدهور وعنوان: الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في اليمن الأسوأ عالميا. ينقل الموقع عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ليدريك إن أكثر من 13 مليون يمني بحاجة للمساعدات الفورية المنقذة للحياة في ظل أوضاع إنسانية صعبة
تواصل التدهور. وأوضح لدريك في مؤتمر صحفي بصنعاء أن الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ في العالم. وذكر المسؤول الأممي أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تتضمن الغذاء والأمن والرعاية الطبية، والناس يموتون جراء أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تعطل الخدمات الصحية لنحو 14 مليون شخص. وشدد لدريك على ضرورة أن تسمح جميع الأطراف بالوصول الإنساني بدون إعاقات لجميع المحتاجين، مشيرا إلى أن نقص تمويل جهود الأمم المتحدة في اليمن. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم ونصطحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة السياسة الكويتية والتي نقلت عن المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية في جبهات العند بمحافظة لحج قائد نصر الردفاني قوله إن قيادات عسكرية في عدن قصرت بدعم المقاومة الشعبية في تعز. وقال الردفاني للسياسة إن قيادات عسكرية وحكومية وقوات التحالف في عدن لم تدعم مقاومة تعز بالدعم اللازم، رغم أن المقاومة في تعز قدمت خيرة شبابها وليست ضعيفة وقد حققت انتصارات كبيرة، والمقاومة في منطقة كرش تؤكد وقوفها معها. وأوضح المتحدث أن هناك قصورا تكتيكي لدى المقاومة والجيش الوطني في تعز، من أسبابه قيام قوات الرئيس السابق صالح وميليشيات الحوثي بمحاربة المقاومة عبر أكثر من اتجاه عسكري ونفسي واجتماعي. وأضاف أن عناصر حزب صالح هم من يعملون على تفكيك المقاومة ومنعها من التقدم، كما أن تعز لم تكن قابلة للسلاح والجوانب العسكرية وأبناؤها مدنيون سلميون لكنهم حملوا السلاح مضطرين دفاعا عن مدينتهم ومحافظتهم، والقيادات العسكرية فيها بذلت جهدا كبيرا لكن الجبهة هناك بحاجة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة. وصفت صحيفة الراي الكويتية تقدم ميليشيا الحوثي نحو محافظة لحج بالغريب وقالت هناك توسع في جبال ومناطق القبيطة شمال غربي محافظة لحج للسيطرة على جبال استراتيجية تطل على معسكر العند كجبل الكعبين وجبل الياس المطل على طور الباحة والمشرف بشكل مباشر على قاعدة العند. وحذر قائد المقاومة في مديرية القبيطة العقيد حسن سالم القباطي من تقدم الحوثيين في القبيطة لضرب قاعدة العند، مردفا أن العديد من الشهداء سقطوا من أجل قاعدة العند والمنطقة العسكرية الرابعة خذلتهم ولم يصل لهم أي دعم من السلاح. وتضيف الصحيفة الكويتية كما قام الحوثيون وقوات صالح المتمركزة في مديرية خدير بقصف مناطق شمال القبيطة بصواريخ الكاتيوشا وقتل 3 من رجال المقاومة. وبالانتقال إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت الحكومة اليمنية المرحلة القادمة تتطلب تنحية الخلافات، تقول التفاصيل أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أهمية مشاركة جميع المكونات السياسية خلال المرحلة القادمة في تحديد مستقبل ما أسماه اليمن الجديد. وقال بن دغر في لقاء جمعه في عدن مع قيادي فصائل الحراك الجنوبي
وقيادات أخرى إن البلاد تمر بحالة غير مسبوقة، إذ عبثت ميليشيات الحوثي بأمن اليمن واستقراره واعتدت على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة. ودعا بن دغر الحراك الجنوبي السلمي والمكونات الأخرى إلى الإسهام الإيجابي في مواجهة العدوان الحوثي وتنحية الخلافات في الوقت الراهن لتعزيز الشرعية. المنظمات الدولية دور مشبوه في اليمن. تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: لا شك في أن جميع الأطراف في المشكلة اليمنية متورطة حقوقيا، لكني أفترض التورط السياسي المنحاز والمخجل لتلك المنظمات حين تغفل عن القضية الإنسانية والحقوقية، وهي الطفل اليمني في عموم وجوده الجغرافي في تعز أولا، ثم عدن وصنعاء وصعدة وغيرها، لتجعل قضيتها التحالف والسعودية فقط. لم أجد غير منظمات العفو الدولية والمرصد العالمي لحقوق الإنسان تقوم بنشر تقارير حقوقية مهنية عن انتهاكات الحوثيين لحقوق الأطفال والصحافة والناشطين وغيرهم منذ انتشار بارود الجماعة من دماج حتى وصلوا عدن، وبالمهنية ذاتها انتقدت المنظمتان قوات التحالف. أما بقية المنظمات فقد انكشفت مهنيتها ومبادئها المزيفة بانحيازها التام مع الجماعة الانقلابية المسلحة ضد السلطة الشرعية والتحالف المساند لها، وعدم التغطية الجغرافية لوضع الإنسان اليمني شمالا وجنوبا قبل الانقلاب وبعده. من ناحية أخرى، على جميع المنظمات الدولية والأممية إثبات مصداقيتها وحيادها بالكشف عن ما يحدث معها في مدينة وريف تعز وما يتعرض له المدنيون هناك. مثلا، لماذا تواصل الأمم المتحدة والمنظمات العشرون صمتها عاما كاملا أمام منع الميليشيا دخول فرق التحقيق الأممية إلى مدينة تعز لاستقصاء الوضع هناك وإيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين المتخصصة، على فتح باب واسع أمام قلة من المنظمات الإغاثية للعب أنشطة حقوقية خلافا للتصريح الرسمي الذي منح لها؟ صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: الحوثيون يجبرون الشركات والموظفين على التبرع الإجباري. تقول الصحيفة: استغل الحوثيون حلول شهر رمضان في تكثيف تحركاتهم الهادفة إلى جمع تبرعات مالية لدعم ما يسمونه بالمجهود الحربي. تضيف الصحيفة: شهدت العديد من مساجد العاصمة صنعاء تخصيص صناديق تحمل شعار الحوثيين لجمع التبرعات المالية لدعم المجهود الحربي، بالتزامن مع ممارسة ضغوط على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة لتكثيف إرسال رسائل نصية لمشتركيها تتضمن طلب دعم المجهود الحربي بالاتصال على رقم هاتفي أو التبرع بشكل مباشر عبر إرسال حوالات مالية إلى حسابات مخصصة. وإلى صحيفة العربي الجديد، والتي عنونت في إحدى صفحاتها: عام على الحوارات اليمنية برعاية أممية، انتظار حصاد الكويت. تقول الصحيفة: بعد عام على انطلاق أول حوار سياسي ترعاه الأمم المتحدة المعروف بجنيف واحد، تتجه أنظار اليمنيين نحو مشاورات السلام التي تستضيفها دولة الكويت، ويأملون منها أن تصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب. ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية اليمنية السابق مصطفى نعمان قوله: مرور عام على بدء أول جولة من اللقاءات بين الأطراف اليمنية المتنازعة لم يبدل شيئا على أرض الواقع، بل زادت خلاله معاناة اليمنيين في الداخل والخارج. ويعيد نعمان في حديث للعربي الجديد سبب ذلك إلى أن المعايير الأخلاقية والوطنية لدى الطرفين لم ترقى إلى حد يجعلهم يدركون أن اليمن أكبر وأغلى وأهم منهم جميعا. ويتابع الدبلوماسي اليمني: أحزن أن أقول أن الأفق المسدود هو المتاح أمام اليمنيين بسبب انشغال الأطراف اليمنية القادرة على الحسم بقضاياها الذاتية.
ويضيف: اليمني البسيط لا يتابع كل ما يدور في قصر بيان حيث مشاورات الكويت، إلا أنه يتساءل عما إذا كانت ستتوقف الحروب الداخلية، وما إذا كان باستطاعة المجتمعين هناك أن يضعوا جانباً مستقبلهم الشخصي. الحوثيون يؤذون العمراني. تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالاً عن ما تعرض له علامة اليمن، وقال الكاتب: حتى علامة اليمن الكبير، رمز السلام والتسامح، الرجل العابر للمذاهب، العالم الجليل الذي رفض أن ينجر إلى معارك سياسية، ورفض أن يكفركم، ورفض الفتوى بالجهاد ضدكم. حتى العمراني الذي يزحف بعمره نحو 100، العمراني الذي نذر عمره للعلم والتدريس، العمراني لم يسلم منكم، 100 سنة لم تشفع له. شعره الأبيض ووهن عظمه ومرضه ومكانته بين الناس، كل ذلك ليس له أي اعتبار. ما استحيتم من قامته في التاريخ أيها الأقزام؟ أي شيء أنتم بالله عليكم أعجزتم من سيأتي بعدكم؟ لم تدعوا لأحد مجالا لينافسكم، أعجزتم كل من يريد أن يكتب عن هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اليمن السعيد بكم حتى الثمالة. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.